افحصي أبكر، لا تطمني أسرع. بهذه الكلمات وفي الشهر الوردي، حملة التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي مستمرة برعاية وزارة الصحة وفي كافة المراكز الصحية. وفي مشفى المجتهد، فحوص سريرية شعاعية وفحوص ماموغرام مجانية للنساء فوق سن 40 أو الأصغر سناً بهدف الوقاية أو المتابعة المبكرة للمرض. نحن عم نستقبل المراجعات من عمر 40 سنة فما فوق مجاناً، طبعاً الحملة برعاية وزارة الصحة ومشاركة الأمانة السورية العامة. كل السيدات فوق 40 سنة مراجعات عم يكون تصوير الماموغرافي لهم مجاناً، سواء مع إحالة الطبيب مفحوصة من قبل أو لا، لنشوف شو في عندهم أمراض، شو في عندهم مشاكل، ونكشف أي شيء مبكر. مثل ما بتعرف الكشف المبكر عن أمراض الثدي يعني علاج سريع، علاج شافي، نسبة شفاء جدا عالية، مريح جدا للسيدة بيكون بالمراحل الأولى. هلأ عم يجينا سيدات تحت 40 سنة، نحن في تنسيق بيننا وبين قسم الجراحة بهالموضوع هذا، في عنا طبيب جراحة موجود بالقسم بيقوم بفحص السيدات اللي بتستدعي من خلال الفحص السريع إنه نعمل لها مامو، كمان عم نعمل لها ماموغرافي، طبعا كل الإجراءات عم تكون مجانية. هلأ في حال وجدنا نحن في داعي للإيكو، عم نستكمل الدراسة بالإيكو لحتى نعطي المريضة أو السيدة المراجعة دراسة كاملة عن وضعها الصحي. هي حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تشمل جميع المراجعات عم يجونا عنا على المشفى مشان نعمل لهم ماموغرافي، تشمل عمر 40 سنة وما فوق. تكون حملة مجانية برعاية وزارة الصحة. أقل من عمر 40 نحن عم نعمل فحص وعم نعمل لهم، عم نتبع إجراءات الإيكو، وبناء على أساسها بنتابع الإجراءات الثانية اللي عم تصير معنا. إقبال الحملة إقبال جيد صراحة، من وقتها بلشنا لهلا في إقبال جيد من قبل النساء نتيجة الوعي اللي صار عندهم. لازم توصل فكرة مهمة، الكشف المبكر هو نسبة عالية من الشفاء من هذا المرض. وسرطان الثدي مثل أي مرض، بس الأهمية بتكمن بأنه نكشفه بشكل باكر. بس جيت أنا من الصبح بكير سجلت دوري، كان استقبال حلو من الممرضات ومن الدكاترة، عملت صورة ماموغراف وعملت إيكو، وكتير كان في رايحة نفسية أول شيء. ثاني شيء أنا كنت حاسة إنه في شيء بصدري من 10 أيام، قلت روح أتأكد مدام هالحملة مجانية وعم يعملوا ماموغراف لهالناس كلياتها، قلت روح لساوي وجيت أكدت هلا، وهلا بدهم عملت لي ماموغراف وعملوا لي إيكو، هلا بدهم ياخذوا خزعة. إقبال السيدات الكبير دليل على زيادة الوعي بأهمية الكشف المبكر، فالشفاء هدف لم يعد مستحيل.